ينضم إلينا محمود فاتو، مدرس لغة عربية من ريف إدلب. بيسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير أنتي. محمود، أنا سعيد بالتعرف عليك لسببين. أول شيء، أنت مدرس عم تعمل بشكل تطوعي، وهدفك نبيل هو تنشئة هذا الجيل رغم أنه الظروف الاقتصادية كتير صعبة. والشيء الثاني أنه هالظروف الاقتصادية ما خلتك تستكين أو تنتظر لحتى يمكن يصرفوا لكم رواتب أو يجي دعم، لا، دورت على مصدر رزق إضافي ورديف. غير الظروف الاقتصادية الصعبة، شو اللي دفعك للعمل بالمونة تحديدا؟ بالنسبة لعمل المونة، يعني احنا باشرنا في هذا الشغل أنا وأخوي هون، يعني احنا اشتغلنا بسبب ما في التزام صباحي مثل ما حكيت، يعني ما في التزام صباحي بيعيقني عن الدوام في المدرسة أو هون. يعني أكثر الزباين بتيجي بعد الظهر بعد ما بيخلصوا الشغل مثلا بياخذوا الموني. وهذا العمل يعني اشتغلته بالنسبة أهليتي، أجدادي كلهم اشتغلوا بهذا المجال، وأنا يعني اتبعتهم وتعلمت هاي الطريقة منه. طيب أستاذ محمود، يعني ما أول سنة اشتغلت بهالشغل، صار لي 4 سنين أو 5 سنين أنا يعني عم اشتغل في هذا المجال. الله يقويك أستاذ محمود. بالمونة تحديدا، مين بيساعدك وكيف بتجهز المونة كل موسم؟ والله بالنسبة للمونة، هلا مثلا بزرع أنا ملوخية أو فليفلي، بعد قطافة مثلا باخذها لعند جيراننا مثلا أو مرتي أو أهلي، بشقوا الفليفلي مثلا بنشرها أنا، بروح على المطحنة بطحنها، مثل الدبس كمان بننزل على السوق أو بنزرعها نحن، دبس البندورة. فكما بنشر على السطوح، يعني أكثر العذاب بيكون إلي هذا بعد الظهر بعد الدوام المدرسي بعد ما بكون مخلص، يعني هاي فترة معاناة كبيرة للمعلم. أنا ما بحاجة، لو كنت عم تلقى دعم ما بحاجة هذا الشغل. فاضطريت يعني أشتغل. وبعض المعلمين الزملاء يعني أكثر، في مثلا معلم بعد ما بيخلص دوامه بيروح مثلا على قلع الحطب، على شغل الحطب، على أو على شيء كومجي أو على مغسلي بيشتغل فيه بعد الظهر. طيب هلأ موسم المونة خلص تقريبا، ولسه بيقولوا بين التشرينين بسموها مونة الكسالة، كيف بتستفيد من هاي الفترة اللي جاية القادمة؟ هاي الفترة بتنزل على سوق الهال الصبح الخضراء، يعني قبل ما نروح على المدرسة بفيق الصبح، يعني بالساعة 5 بنزل على سوق الهال بجيب هاي الأغراض، يعني مثلا مثل اللوبي، مثل الفاصولي، مثل الخيار، عجور، فبجيبها هون مشان الصمد مشان البيع. مين زباينك عادة؟ مين اللي بيجي بيشتري؟ زبايني أكثر شيء أهل المخيمات، أنا بطلع له إياهم على المخيمات، يعني أنتم ما عندهم هالمساحات اللي ينشروا فيه فليفلي أو ينشروا فيه ملوخية، أو تطلع بتكون عندهم مثلا خضرة تازة، ما خرجي تطلع لعندهم هاي المواد، فأنا بشتغلها هون. وأكثر شيء الزباين من المخيمات طلع له إياهم، يعني عن طريق الجهاز بيوصوني، وصار في معارف. حلو. طيب استاذ محمود، ذكرت من شوي انه زملائك بالمدرسه كمان بعد الدوام بينتقلوا بيروحوا لحتى يشتغلوا شغل ثاني، احكي لنا عن معاناه المدرسين بمنطقتك من ناحيه الرواتب. هلا من ناحيه الرواتب، يعني ما هاي اول سنه او ثاني سنه، يعني صار لنا من 2018 عم نعاني بهذا الامر. انا تخرجت يعني من 2018 وتعينت بهاي المدرسه، ما تلقيت اي دعم غير بعض المنح القليله، يعني ما يساوي ال 25 دولار او ال 50 دولار بثلاث شهور او 4 شهور، وبالصدفه لحتى تيجي يعني كل شهرين تيجي سله معونه ما بتساوي 10 دولار. فهون الاستاذ اضطر لحتى يشتغل عمل ثاني، ووعود نحن بقيانين هون بالنسبه للوعود اللي عم يوعدونا اياها، مثلا قال انه يعني مثلا هاي السنه الجديده خليكم يعني خلصوا السنه معنا، بالنسبه لهاي السنه اللي عم تداوم على الاساس في دعم، ولحد هلا ما بين شيء خالص. ان شاء الله بيكون في دعم قريب. حتى المدعومين لحد هلا يعني ما بين شيء، يعني مثل منظمه مناهي على اساس تدعم ما بين شيء ولا صرحة شيء لهلا. ان شاء الله بتتلقوا الدعم المناسب استاذ محمود، وبتمنى لك كل التوفيق لك ولزملائك ولكل المتطوعين والعاملين بهذا المجال. محمود فاتو، بدنا نشكرك، مدرس لغه عربيه، كنت معنا من ريف ادلب. كل التوفيق، نهارك سعيد.